من تابع سهرة نور الموسيقى لليلة. واسمحوا لي رحب بالأب دريد بربر من بلدة بخديدة الموصل بالعراق، يقيم حاليا بلبنان بدير الشرفة درعون حريصة، وعم بتابع دراسة الموسيقى بالكونسرفاتوار الوطني اللبناني. بير دريد، أهلا وسهلا فيك بلبنان وببرنامج نور الموسيقى. أهلا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة، أشكركم من كل قلبي. أكيد. يا هلا فيك أبونا، حضرتك موجود بلبنان مثل ما ذكرت، من أي متى أنت موجود بلبنان ولأي أسباب؟ أنا صار لي 4 سنوات هنا حاليا، يعني مقيم في لبنان. أسافر في يعني في العطل الرسمية وبالأعياد إلى العراق، أرجع إلى حتى أشوف أهلي. حاليا مقيم في دير الشرفي، بعثت من العراق من قبل أبرشية الموصل أكمل الموسيقى، يعني أحاول أدرس الموسيقى هنا في لبنان حتى أتخصص، وإن شاء الله أقدر أرجع على العراق حتى نفتح ولو مدرسة بسيطة في الموصل لتعليم الموسيقى، وخاصة ما يشمل الألحان السريانية والشرقية بصورة عامة والعزف والموسيقى بصورة عامة. نعم، رح أسألك أبونا عن الموسيقى السريانية بشكل خاص، ولكن خليني أذكر المشاهدين أنه بكل حلقة عم بيتم استضافة مرنم من خارج لبنان، والمجال مفتوح لأي مرنم من خارج الأراضي اللبنانية أنه يشرفنا ويكون ضيف يزين سهرة وبرنامج نور الموسيقى. أبونا، شو هي خصائص الأغنية السريانية؟ بشو بتتميز؟ وشو هيك فيك تعرفنا شيء جديد ما بنعرفه عن الموسيقى السريانية والترنيمة السريانية؟ أكيد الموسيقى السريانية أهملت لأجيال كثيرة، كان لازم ينتبه إليها كموسيقى أخذت حيز كبير في عدة قرون، ولا زالت يعني يمكن أكثر حضارة استمرت على وجه الكرة الأرضية هي الحضارة السريانية الآرامية، من أيام أبينا إبراهيم الذي كان آراميا مثل ما يقول الكتاب المقدس، وهذه الحضارة استمرت على أجيال وأجيال، من ضمنها الموسيقى السريانية اللي أثرت بطريقة أو بطريقة أخرى على جميع الحضارات. إذا كان الحضارة العربية اللي حاليا كثير ما نسمع عن الموسيقى العربية، لكن تأثير الموسيقى السريانية كثير كان لها أثر على الموسيقى العربية، الموسيقى حتى الموشحات الأندلسية، حتى على اللحن الفارسي، وكان أيضا تأثير متبادل من قبل الموسيقى السريانية مع الموسيقى اليونانية. نعم. بطريقة أو بطريقة أخرى، حتى التسميات إذا ننتبه عليها في كثير من المرات، وهذه هي المشكلة اللي أنا أقول بسبب طغيان الموسيقى العربية على عدة موسيقات موجودة في شرقنا، أثرت بطريقة أو بأخرى على الموسيقى السريانية. قبل شوية ذكرت كلمة موشح. نعم. كلمة موشح من أين جاءت؟ كثير من الناس يعتقدون بأن الموشح هي كلمة من وشح يوشح، أو جاءت من الأندلس، لكن هي بالحقيقة كلمة سريانية تعني موشحته. نعم. موشحته التي تعني قصيدة، القصيدة المغنات. فإذا تربطين الكلمات المعاني راح تشوفين هالتأثير الكبير اللي أثرته الموسيقى السريانية بطريقة أو بأخرى. كلمة المعنى، في كثير يعرفون المعنى اللي يغنى في لبنان حاليا، مثلا يغنى تبقى بلدنا بالحق وهكذا. كلمة معنى من أين جاءت؟ أنا سألت كثير من الأساتذة، يقول المعنى هي من المعاناة، مع أنه أنا بسمع الأغنية هي مفرحة مفرفشة، يعني تنطي طابع السرور والفرح. فإذا رجعنا إلى الأصل راح نشوف كلمة معنى هي بالسريانية الأغنية القصيرة المتكررة. اللحن المتكرر القصير. نعم. وهكذا دواليك على أصعدة المقامات و... حلوة كتير أبونا هالمعلومات اللي عم نتعرف عليها من خلال حضرتك، يمكن لأول مرة أنا يمكن بعرفها ومهمة كتير. أبونا اسمح لي أتوقف مع
كليب ترنيمة يا شهداء الوحيد إخراج لورا نعنوع. منشوف الكليب وبنرجع بنحكي عنه ومنتابع حواري معك. إذا كليب يا شهداء الوحيد من إخراج لورا نعنوع. شهداء ودون دي حيضو يرحو موات بخرج عيلويا ميطولو تيل قطلتن وميطول حوبي عاشي سايبارتن ميطولو تيل ذبحتو إذ قاربتن بريخ دوري بجفرون أيكون حيطوب والسود دنصح ويتكلم شو معين لابو حوزين لابرو والروح قوز شو قد لك ليليهم قولين يرتين مدم دعينو لحزوتي وذنو بسرو لو شمعتين شبحوا الخمور داب خل دوريني تلقيني دم راعين لشمق دوري قدمين وحو أبروم وإسحق وياقب موشي ويلي وابون دوروم في سون أقصد بريقي بدمو دردي وصورايهم فليون اتل بريتو باربع تايهن اتل نعود روني من ما دنحوتو مش ليحو من ما عربو شمعون دستوني من قاربيو 40 صديقة ديشو من تايم